قلنا اسقاط للسداد ما مشيتين الرشوة عند الامل الرشوة عند الباشا الرشوة قومي سريان الرشوة بيتي ورقا الرشوة فرقنا وزدقنا جمعية ما تركع فرقنا وزدقنا جمعية ما تركع. ففي اطار تخريج ديكلا ستوب ذاتي الجمعية المغربية حقوق الانسان هذه السنة اللي كتخرجوا تحت شعار 36 سنة من الميدالية الصمود من أجل حقوق الحريات، كان المكتب المحلي قرروا يعمل واحد ندوة فكرية في دار الشباب. هذه الندوة كان غادي يكون موضوع ديالها ملائمة مسودة القانون الجنائي مع التزامة المغرب الدولية. عملنا كل الإجراءات ديالنا القانونية باش نعملوا النشاط، وكانت عندنا الموافقة الأولى باش نبدينا في إطار التجهيز التهيئة اتصال بالمؤثرين والدعوات واللافتات، وإذا بنا كنتفاجئوا أن اتصال هاتفي من البلدية العرائش اللي كيطالبونا نرجعوا الرخصة وسلمونا بدلها المانع. كتعتزم الجمعية فرع العرائش باش تاخذ جميع الأشكال النضالية من أجل انتزاع حقك ديالنا المشروع الوجود والتنظيم والتظاهر، كما كتعتزم الجمعية أنها تتابع باش تولي العرائش قضائيا شأن هذه المنع اللا قانوني والأنشطة ديال الجمعية.